عقدت في محافظة إدلب السورية ندوة سياسية حوارية تناولت المراحل التي وصل إليها الدور السياسي للمرأة السورية والتغيرات التي طرأت عليه منذ انطلاق الشرارة الأولى للأزمة السياسية في البلاد وحتى الوقت الحاضر. لنشاهد معا هذا التقرير. هل فقط أن نسبي كتاب على الشرارة لم يقف النزاع الذي تشهده سوريا بكافة جوانبه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا عائقا أمام العديد من النساء لاستكمال دورهن في المجتمع بمجالات مختلفة بما فيها الحقوقية والإعلامية، بل برز أكثر على مدى 9 سنوات من الحرب الطاحنة. ندوة سياسية نظمتها الأستاذة الحقوقية هدى سرجاوي بالتعاون مع مركز حرمون في محافظة إدلب لتسليط الضوء على مآلات الدور السياسي للمرأة السورية خلال السنوات الماضية والتغيرات التي طرأت عليه في ظل الحرب. أدوار المرأة في هاي المناطق الأربعة، وأيضا في القسم الثاني كان النقاش حول العملية السياسية بدءا من بيان جنيف والسلال الأربعة والقرارات مجلس الأمن متعلقة بالشأن السوري 2254 و2118 ثم سوتشي والأسيتانا وانتهاء بالعملية الدستورية. حضر الندوي نساء فاعلات أعضاء بالمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني وأعلاميات وناشطات وربات منزل. وتناولت الندوة الحوارية مسارات العملية السياسية واللجنة الدستورية، وذلك بمشاركة مجموعة من النساء من أجل توعيتهن بمضمون دورهن في جنيف وأسيتانا وسوتشي والعملية الدستورية وآلية تشكيل اللجنة وملخص العملية حتى الوقت الحاضر. كان العنوان المميز اللي هو المشاركة السياسية، طبعا مشاركة المرأة السورية بالمجال السياسي. طبعا هذا الموضوع الأمر السياسي اللي انطرح من جديد، يعني صار أكثر فاعلية، المرأة هلا عم تشتغل فيه بأكثر فاعلية. يعني لاحظنا نحن سابقا أنه كانت المرأة يعني حتى وجودها كان وجود شكلي وساكن، يعني كانت بالفعل النسوة قبل الثورة، بس الثورة خلتها متحركة وكل المجالات، يعني حتى تحرك حر أفقي وعمودي وكيف ما بدك إياكم. اليوم نحن يعني عم نساهم، نحن ما عم ندخر أي طريقة أو أي جهد أو أي باب ندقه حتى نعرف نحن اليوم مصير هذا الشعب السوري لوين. يعني هاي المرأة هي حقها تعرف، هي الأم وهي الأخت وهي يعني هي كل شيء، يعني هي كل شيء، يعني هي اليوم نحن بكل شيء عم نشتغل وعم نحاول انه نوصل، ولو يعني يوم من الايام نحن بنحلم انه السيدات توصل لصنع القرار. نحن اليوم كثير بنريد انه عنا سيدات بتمثلنا. وجاءت الندوة بغرض رفع الاستحقاق السياسي للمرأة السورية والعمل على وصولها لمراكز صنع القرار في المجتمع السوري، خاصة بعد ارتفاع مستوى فعاليتها في هذا المجال وإثباتها لجدارتها فيه خلال السنوات الأخيرة.